السلام مشاهدي شهوة 360، معكم بهجة بالحداد من مازاغون بيش ريزورت. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الكيش فارسي بلاداند. لتحضير هذا الكيش كنحتاجوا الحشوة، كناخذوا بصلة مشلطة، الفلفلة مخلطة حمراء وخضراء وصفراء، الربيع مقطع، لاداند مقطع، الزيتون مقطع، ملح بزار، زيت العود، ثومة. والعجين غادي نحتاجو 300 غرام ديال لافارين، 200 غرام ديال الزبدة، بيضة وحدة، جوج معالق ديال الماء. واخر حاجه هي كنديروا لا كريم فوق من الحشوه. كنحتاجو جوج بيضات، كاس ديال الياغورت، وجوج فرماج، وشويه ديال الخميره، ومعلقه ديال النشا. دابا غادي نحضروا الحشوه ديالنا. غادي نحتاجو البصله مشلضه، الفلفله مخلطه، حمر صفر خضر، نديرو شويه الزيت، نديرو شوية ربيع مقطع، نديرو شوية ربيع مقطع، دابا كنبقاو نحركو مزيان حتى كطيح شوية البصلة والفلفلة. عاد من بعد غادي نلوحو لادان بالصح، لاختيار المشاهدين لا بغيتو ديرو كفتة أولا لادان. دابا غادي ندوزو لتحضير العجين. كنحتاجو 300 غرام ديال لافارين، 200 غرام ديال الزبده، بيضه، جوج معالق ديال الماء، وشويه الملح. كنديرو لافارين هي الاولى، نزيدو على الزبده، نديرو بيضة، نخلطو الى احتاجينا الماء كنزيدو، ما احتاجيناش ما كنزيدوش. كنحضروا العجينة، من بعد كنخليوها تروبوزا واحد ربع ساعة، من بعد عاد كنإيطالوها ونقطعوها بفورت بيس. من بعد العجين ديالنا ارتاحت نص ساعة، غادي نإيطالوها. نحاول نديرو هكا في ليمول، بيكو هكا بالفرشة. الباس هي طايبة نص طايبة. المهم دابا غادي نعمرو الحشوة ديالنا، نعمرو ليكيش. من بعد ما عمرناهم غادي نديرو لا كريم الفوق اللي حضرناها بالياغورت والفرماج والبيض. هاكا كنحاولو نغطيو الحشوة من الفوق. من بعد ملي كنكملو هاد لي كيش عامرين بهاد لا كريم، كندخلهم في الفران واحد 10 دقائق 180 درجة. يا ابخي كنخرجوهم كنديرو الفرماج، كنرجعو 2 دقائق.
من بعد كنقدموا لكم بالصحة والراحة. من بعد ما خرجنا ليكيز ديالنا من الفران درنا لهم فروماج، وكنتمنى يعجبكم كنقدموا لكم بالصحة والراحة.